لقاء مع رابطة المؤسسات التربوية الأهلية في محافظة نينوى برفقة مدراء الإشرافين الاختصاصي والتربوي ومدير التعليم العام والملاك في المديرية العامة لتربية نينوى. حقيقة كان هذا اللقاء من أجل تذليل العقبات والمشاكل تواجه المؤسسات الأهلية. حقيقة في هذا اللقاء اطلعنا على كل المشاكل وسنعمل على حلها ضمن إطار صلاحية المديرية العامة للتربية، وكذلك سنحاول التواصل مع جهات ذات العلاقة من أجل حل هذه المشكلات. المديرية العامة للتربية نينوى مستمرة في متابعة المؤسسات الأهلية، وأيضا لا نخفي عليكم أن المؤسسات الأهلية عامل مساعد لمدارسنا الحكومية من أجل توفير الجو المناسب لتلاميذ المحافظة وطلبتنا الأعزاء. المؤسسات الأهلية سنعمل على حل كل مشكلاته من خلال التواصل المستمر مع الجهات ذات العلاقة والأقسام ذات العلاقة في المديرية العامة لتربية نينوى.